رمضان شهر مشبع بالملايين. ضيفنا في الاستوديو مشاهدينا الكرام وكل عائلات مصر والعالم العربي، رمضان كريم واهلا ومرحبا بكم وحلقه جديده من برنامج العباقره. برنامج العباقره عائلات يقدم اليكم برعايه من يهتم بالتعليم في مصر، البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. في الموسم الاول من العباقره عائلات، يا ترى مين اللي هيفوز بكأس البطولة؟ أما المكسب الأكبر إن كل إجابة صحيحة من عائلات بطولة العباقرة هتساوي مبلغ نقدي. في المربع الذهبي كل نقطة ب 3000 جنيه، وهيتضاعف الرقم وصولاً للمباراة النهائية. جميع المبالغ المالية في نهاية الموسم سوف تستثمر لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. العباقرة بشراكة البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. في الحلقات اللي فاتت عائلات مصر جمعت 5,967,500 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. تعالوا نشوف عائلات مصر النهاردة هيوصلوا المبلغ لكام. المربع الذهبي منافسة قوية جدا في العلم والثقافة بين أربع عائلات مصرية للحصول على كأس العباقرة للعائلات في الموسم الأول. وأول عائلة مشرفانا في الاستوديو قدرت توصل لنص النهائي بعد ما فازت على عائلة غتوري وعائلة عساكر وعائلة بسالي من المطرية محافظة القاهرة. نرحب كلنا بعائلة دسوقي. عائلة دسوقي، الأب عبد السلام دسوقي، الأم إيمان دسوقي وأولادهم محمود دسوقي وحسام دسوقي. عائلة دسوقي الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. أخباركم إيه؟ الحمد لله. بقينا في المربع الذهبي. الحمد لله. صح؟ صح. خطفة ماتش اللي فات الحقيقة كان ماتش عظيم. الحمد لله. ومن هنا أنا عايز أحيي عائلة بسالي. طبعا. أحيي عائلة بسالي. طبعا عائلة بسالي الحقيقه اولا ادائهم كان مشرف جدا طبعا. عائله اخلاقها عاليه جدا يعني رده الفعل اللي فوزكوا كانت بالنسبه لي انا مختلفه يعني على اخر سؤال وحسام كان محظوظ والحخم من المانيا والاجابه صح وعائله بسالي كلها بتحيي بحماس وكانه فريقهم فعلا بتحيي فعلا. بالامانه عيلة محترمة جدا واحنا اتشرفنا بوجودهم. طبعا طبعا. مدام ايمان اهلا وسهلا. ازيك يا مدام ايمان؟ الله يخليك يا مستر. الله يخليك. مدام ايمان هي البطل. لسه البطل برضه. لسه البطل. 140 نقطة مدام ايمان. طب نحييها كلنا. الله يخليك. محمود انت سبب التقديم. النهارده بقى اسألك تقيم التجربة دي ازاي؟ تجربة ناجحة من المدارس والجامعات. والحمد لله كان ليها صدى وكان لازم نشارك في البرنامج ده. رأيك ايه في ردود الفعل على شبكات التواصل الاجتماعي بعد ما الناس اتفرجت على الموسم؟ لان احنا خلاص قربنا على نهايته. لا والله رد فعل انا ما كنتش متوقع كده الصراحة بس عمل صدى كبير والحمد لله يعني. تمام. مدام ايمان. نعم. موافقة انك كنت تشاركي؟ اه الحمد لله. اخيرا. اه اقتنعت. اقتنعت. في المربع الذهبي. استاذ عبد السلام مستعد لماتش النهارده؟ ان شاء الله يا فندم. هتبقى مباراه صعبه ولا سهله؟ لا بالتاكيد لازم مباراه صعبه. جاهزين؟ جاهزين ان شاء الله. بالتوفيق يا حسام. اما العيله الثانيه واللي هتنافس للوصول للمباراه النهائيه هي كمان فازت على عيله فؤاد وعيله الهواري وعيله النويه من الزقازيق محافظه الشرقيه. نرحب كلنا بعيله الشيوي. عائله الشيوي، الاب حسان الشيوي ومدام زيزات الشيوي وأولادهم أحمد الشيوي وبسمة الشيوي. عائلة الشيوي
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك استاذ حسان، ازاي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. اتمنى ان صحتك تبقى احسن دلوقتي. الحمد لله. الماتش اللي فات كنت تعبان شويه. الحمد لله رب العالمين كويس. مدام زيزات ازاي حضرتك؟ الحمد لله. مين افضل لاعب معانا من عيله الشيوي؟ والاستاذ حسان. يا سلام على الدبلوماسيه. يا سلام على الدبلوماسيه. الحق يتقال والارقام ما بتكذبش. افضل لاعب مدام زيزات ب 120 نقطة. مدام زيزات ب 120 نقطة أفضل لاعب في عيلة الشيوي. ما شاء الله عملتي موسم قوي جدا. الحمد لله. زي حضرتك ومدام إيمان. أمهات جامدة. مروح. أيوة السيدات بيحكموا. جاهزين لماتش النهاردة؟ إن شاء الله. بسمة، إزيك يا بسمة؟ بخير الحمد لله. عاملة إيه؟ الحمد لله. مالك؟ مالي. أيوة. فين بسمة اللي بتهزر وبتضحك؟ لا ده انا مبسوطه النهارده، عندي مناسبه حلوه. تمام. واحمد مبسوط ولا قلقان؟ الحمد لله مبسوط. يعني كل مره بتبقى واثق؟ يعني اللي بيبقى مع الفريق العظيم دوت مبقاش واثق ليه. واثق النهارده كمان باذن الله؟ ان شاء الله. واثق في ربنا قبل اي حد ونعم بالله. هنقول مبروك وهنقول هارد لك ان شاء الله. هي دي ميزه العباقره، العائلات كمان الحقيقه بيتصرفوا بمنتهى الرقي. اللي بيكسب بيقول مبروك، مش بس كده كمان بيجي يشجع زي ما معانا النهاردة عمرو النواهي. بسمة انت قلتيلي ان النهاردة عندك مناسبة حلوة، هي ايه؟ عيد ميلاد جوزي اسلام. عيد ميلاد جوزك كبير. كل سنة وانت طيب، منورنا يا دكتور. عايز اقول حاجة ان هو فعلا يعني يعتبر اكبر داعم ليا. على طول دول ما احنا قاعدين ذاكري. طب في معلومة كذا نعرفها، هو ما شاء الله عليه شاطر جدا يعني، فأي حاجة بتيجي على باله طول ما احنا قاعدين، طب كذا هتبقى كذا يعني، بيحاول ان هو حتى لما بنتفرج على البرنامج نقعد نتنافس وهو جاوب سؤال، طب انا جاوبت سؤال سبقتك، طب كده محدش عارف. ممكن لما نعمل عباقرة الاصدقاء يبقى قاعد جنبك. يا ريت. صح ولا غلط؟ هم حتى احنا كنا عايزينه في الفريق معانا بس حضرتك قلت لا. القانون القانون قانون. القوانين. الاب والام والولاد. استاذ عصام ما بيهزرش. بالظبط كده، عصام يوسف ما بيهزرش كله جد. احنا كده معانا ابطال العباقرة الموسم الاول والثاني للجامعات، محمد مهدي. وعمرو النواهي طبعا الحاصل على المركز الاول في الموسم الثاني. وادهم الهواري. ادهم الهواري ده حبيبي. ادهم الهواري حبيبنا كلنا طبعا. عيله عز الدين الهواري الاستاذ عز الدين محترمه. الباشمهندس عز الدين الهواري الحقيقه برضو كان ليه مواقف كتيره جوه البرنامج. لازم الناس تبقى فاهمه ان الحلقه ما هياش بس اللي بيحصل هنا، حاجات كتير بتحصل خارج الاستوديو، حوارات بيننا وبين بعض، هنتسحر مع بعض، هنفطر مع بعض، هنتعرف على بعض، صح ولا غلط؟ صح. وكمان بنيجي نشجع بعض. الحقيقة العائلات المصرية شرفتني قدام مصر والعالم العربي كله، عشان كده أنا بحيي كل العائلات اللي شاركت معانا في البرنامج. نبتدي حلقة النهاردة ونحيي العيلتين، عيلة الشيوي وعيلة دسوقي. الموسم الأول لعباقرة العائلات خمس فقرات: العلم، المعرفة، الفنون، ضربات الجزاء، وعجلة الحظ. وأول حاجة نبتدي بيها هي سؤال السرعة. سؤال السرعة. والسؤال هو: في أي محافظة مصرية يقع حي العصفرة؟ أستاذ عبد السلام إجابتك؟ الإسكندرية. إجابة صحيحة. طبعاً العصافرة في إسكندرية، سؤال سهل جداً وكلنا روحنا العصافرة. وبكده عيلة الأستاذ عبد السلام دسوقي هي اللي هتختار مين اللي بتنزل أول. زي برنامج العباقرة ما لغى الأنا من العائلات المصرية، أستاذ حسان يتفضل. عيلة الشيوي هي اللي هتنزل أول. وأول فقرة هي فقرة العلم. العلم. العلم أربع أجزاء: جغرافيا، تاريخ، أدب، وعلوم. عيلة الشيوي عندك سؤال في الجغرافيا، في جوكر؟ لا. تمام. جغرافيا، والسؤال هو: في أي قارة يقع خليج هاتسن؟ في أي قارة يقع خليج هاتسن؟ فات 8 ثواني.
فاضل 8 ثواني. مين اللي هيجاوب؟ اخيرا خدتوا قرار. استاذ حسان اجابتك؟ قاره امريكا الشماليه. قاره امريكا الشماليه. مين صاحب الاجابه؟ احمد. بس ما كانش عايز يدوس على البازر، عارف ليه؟ عشان كان قلقان من الاجابه. هو مش متاكد الصراحه. مش متاكد. استاذ حسان قول لاحمد اجابه صحيحه. وكندا في امريكا الشماليه من اقل الاماكن على سطح الارض جاذبيه للارضيه. كنت محتار بين امريكا الشماليه والجنوبيه الصراحه. كنت محتار ما بين امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه. فبس الحمد لله خدت قرار صائب. برافو عليك احمد. وبكده نتيجه 10 عيله الشيوي. عيله الدسوقي عندك سؤال في جغرافيا، في جوكر ان شاء الله. ندوس على البازر. جغرافيا، والسؤال هو في أي دولة عربية من دول شمال إفريقيا يقع جبل عيسى؟ في أي دولة عربية من دول شمال إفريقيا يقع جبل عيسى؟ خمس ثواني. أستاذ عبد السلام إجابتك؟ المغرب. المغرب بعشرين نقطة. أستاذ عبد السلام إجابة خاطئة. إجابتك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. تونس. تونس إجابة خاطئة. 50-50. دوس على البازر. زائد 10 أو ناقص 10 أو ما تقولوش هنجاوب. تمام. الاختيارات قصادنا على الشاشة. ليبيا، الجزائر. أستاذ عبد السلام أنا قلقان. إجابتك؟ جزائر. أستاذ عبد السلام إجابة صحيحة. الجزائر الإجابة الصحيحة. أنت قلت ليبيا يا محمود. أنا شفتك بتقول ليبيا. لا هي الجزائر. برافو عليك يا أستاذ عبد السلام. أنا قلت الجزائر. تعادل 10-10. سؤالين في التاريخ وأول سؤال لعيلة الشيوي. في جوكر؟ لا. تاريخ، والسؤال هو من هو القنصل العام البريطاني الذي تسبب حادث دنشواي في تقديم استقالته من منصبه عام 1907؟ بسبب ضغوط مصطفى كامل في المجتمع الدولي والأوساط العالمية اضطر يقدم استقالته. ثلاث ثواني. ازاي مفيش إجابة؟ هي تايهة مننا بس. في إجابة؟ إن شاء الله. مدام إيمان اتفضلي. لورد كرومر. لورد كرومر بعشر نقط. إجابة صحيحة. أنا متأكد إن أنتوا كنتوا عارفينها. صح ولا غلط؟ رايحة رايحة. طارت. اللورد كرومر هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 20 عيلة الدسوقي، 10 عيلة الشيوي. عيلة الدسوقي عندكم سؤال في التاريخ. تاريخ، والسؤال هو من الذي تولى منصب بابا الفاتيكان في عام 2013؟ يعني الحقيقة الراجل ده عظيم. أستاذ عبد السلام. يوحنا. أستاذ عبد السلام إجابة خاطئة. جاوب يا أحمد. لا جاوب أنا. لا جاوب أنت. صح. أستاذ حسان إجابتك؟ البابا توادروس. إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة البابا فرانسيس. والحقيقة أنا تخيلت إن الإجابة هتكون عندكم. عارفين ليه؟ ده ليه موقف عظيم مع جنوب السودان لما الأزمة حصلت جمعهم عنده. أنا عايزكم تقروا عن اللي عمله مع زعماء المتحاربين في جنوب السودان. دي قصة عظيمة جدا مش عايز أحرقها. عايزكم تقروا عنها. تمام. النتيجة زي ما هي 10 عيلة الشيوي، 20 عيلة الدسوقي. ودلوقتي عندنا سؤالين في الأدب
وأول سؤال لعيلة الشيوي أدب، والسؤال هو المرأة في القرآن هو كتاب لواحد من عمالقة الأدب العربي، فمن هو؟ كتاب مهم جدا. فات 10 ثواني. مدام زيزاد إجابتك. عباس العقاد. العقاد لقبه إيه؟ عمالقة الأدب. عملاق الأدب العربي. يبقى إجابة صحيحة. عباس العقاد هي الإجابة الصحيحة طبعا. وبكده النتيجة تعادل 20 عيلة الشيوي 20 عيلة الدسوقي. وعندكم سؤال في الأدب. أدب، والسؤال هو من هو الكاتب الصحفي الراحل صاحب كتاب مذكرات صائم؟ كاتب صحفي راحل وعظيم كان عنده عمود مشهور جدا في الأهرام، هو مين؟ ثانيتين. عمود مهم جدا في الأهرام، في إجابة؟ يعني أستاذ حسان. عبد الوهاب مطوع. عبد الوهاب مطوع طبعا، الأستاذ الفاضل عبد الوهاب مطوع كان ليه عمود كمان في الأهرام، كان بيكتب بريد الجمعة. ده بقى ما كانش بيكتب بريد الجمعة، كان بيكتب إيه؟ صندوق الدنيا. أستاذ حسان إجابة خاطئة. الإجابة الصحيحة أحمد بهجت. أيوة تمام. دلوقتي عندنا سؤالين في العلوم، أول سؤال لعيلة الشيوي، في جوكر؟ إن شاء الله. 20 نقطة، مهمين جدا، عندك 20 ثانية. علوم، والسؤال هو مركب عضوي صيغته الكيميائية C12H22O11 ويعرف باسم سكر القصب، فما اسمه؟ يا دكتورة بسمة فين الإجابة؟ بلاش دكتورة دي بقى خلاص بعدها. مش يا دكتورة بسمة. أيوه. إجابتك فركتوز. جوزك موافق؟ أكيد لا من غير ما أبصله. بسمة إجابة خاطئة. حسام. تخمينة سكروز. حسام سكروز إجابة صحيحة. السكروز هي الإجابة صحيحة. جاوب عليك يا حسام وبكده النتيجة 40 عيلة الدسوقي 20 عيلة الشيوي. عيلة الدسوقي عندكم آخر سؤال في الفقرة علوم، والسؤال هو في أي من أجهزة الجسم يتم إفراز هرمون الإندورفين الذي يساعد الإنسان على تحمل الألم؟ في أي من أجهزة الجسم يتم إفراز هرمون الإندورفين الذي يساعد الإنسان على تحمل الألم؟ انت ايه مكسوف تجاوب النهاردة ولا ايه؟ اجابتك كبد. الكبد. احنا بنقول جهاز مش عضو. محمود اجابة خاطئة. اتفقنا على الاجابة، مين اللي هيجاوب؟ ابو حميد اجابتك الجهاز العصبي. الجهاز العصبي. جوز اختك مش موافق تاني، اعمل فيه ايه طيب؟ الله. اخليه يجي يقعد معاكم بقى ولا يجي هو يجاوب؟ احمد إجابة صحيحة. الجهاز العصبي هي الإجابة الصحيحة. المرة دي جوز أختك ما عندوش حق. 10 نقط مهمين وبكده النتيجة 30 عيلة الشيوي 40 عيلة الدسوقي. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة وفقرة الفنون والعباقرة. يبقى عائلات مصر جمعت 70 نقطة في فقرة العلم، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 210 ألف جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر.
عباقرة العائلات الموسم الأول ومباراة مهمة جدا في المربع الذهبي. وأفكركم بالنتيجة، عائلة دسوقي 40، عائلة الشيوي 30. ودلوقتي مع الفقرة الثانية، فقرة المعرفة. المعرفة. المعرفة أربع أسئلة واحد لواحد، معلومات عامة، رياضة، تكنولوجيا وقدرات ذهنية. وأول اتنين معايا مدام إيمان ومدام زيزات، مدام زيزات ومدام إيمان، وهنشوف مين اللي هيخطف العشر نقط الجايين. روح رياضية. تمام، سؤال في المعلومات العامة، والسؤال هو: ما هو نظام الحكم في دولة ماليزيا؟ ملكي. ملكي. ملكي إجابة صحيحة. ملكي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة تعادل 40-40. محمود وأحمد، أحمد ومحمود. روح رياضية والرياضة، والسؤال هو: في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للهوكي؟ إجابتك. سويسرا. لوزان سويسرا. إجابة صحيحة. سويسرا هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك يا أحمد. وكده النتيجة 50 عائلة الشيوي، 40 عائلة دسوقي. ودلوقتي السؤال الثالث في التكنولوجيا، حسام وبسمة، بسمة وحسام، تكنولوجيا، والسؤال هو: إلى ماذا يرمز الحرف L في اختصار LTE والذي ينتهي بترم إيفولوشن؟ لونج. لونج ترم إيفولوشن. إجابة صحيحة. برافو حسام. وكان النتيجة تعادل 50-50. ماتش قوي جدا جدا جدا. 10 نقط هنا و10 نقط هنا. روح رياضية. تمام. لا وسلام، حار جدا. اه طبعا. والنتيجة تعادل 50-50. وسؤال في القدرات الذهنية، والسؤال هو: حل المسألة الآتية، 80 × 6 على 8 + 60 يساوي كام؟ 120. بص، أصل الحقيقة المشكلة إن دي شغلته، يعني إحصى خلاص. وهو بيلعب بالأرقام. أستاذ عبد السلام، إجابة صحيحة. 120 هي الإجابة الصحيحة. وبكده النتيجة 60 عائلة دسوقي، 50 عائلة الشيوي. المباراة قوية جدا. ودلوقتي مع الفقرة الثالثة، فقرة الفنون. الفنون. الفنون أربع أسئلة، سينما ومسرح، أغاني وموسيقى، لوحات ومعالم، وسرعة البديع. أربع أسئلة ب40 نقطة، ليكم أنتوا الثمانية، وتعتمد على السرعة. السؤال الأول في السينما والمسرح، والسؤال هو: من الذي قام بدور إبراهيم سردينا في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي؟ مدام زيزات. الفنان عبد الرحمن أبو زهر. الجمهور اعتبرها إجابة صحيحة. إن شاء الله. طب هسألك سؤال مهم جدا. اتفضل. مين اللي كتب لن أعيش في جلباب أبي؟ إحسان عبد القدوس. يا ولد. إجابة صحيحة. عشان نقط مستحقين. وبكده النتيجة 60-60. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة فنان عظيم جدا ولازم كلنا نحييه. السؤال الثاني أغاني وموسيقى، والسؤال هو: من هو المغني التونسي صاحب أغنية سيدي منصور؟ أحمد. شاب خالد. يا أحمد استعجل. أوي أوي. شاب خالد جزائري. معلش هارد لك. إجابة خاطئة. يا سلام. البزر بقى وعلى مهلنا. ومش مستعجلين. شكلك بتحب الأغنية. طبعا. لا وبموت في صابر الرباعي.
كمان كمان دوس على البازل. مش دوس على البازل بقى. صابر الرباعي اكيد اجابه صحيحه. صابر الرباعي الاجابه الصحيحه وبكده النتيجه 70 عيلة الدسوقي 60 عيلة الشيوي. السؤال الثالث لوحات ومعالم. والسؤال هو في أي محافظة مصرية من محافظات الصعيد يقع المسجد الصيني؟ ده من أيام العصر العثماني. أستاذ عبد السلام. أسوان. أسوان إجابة خاطئة. مش في أسوان. مدام زيزات فين؟ المنيا. المنيا. بسمة مش وافقة. بسمة مش وافقة. ولا أحمد موافق. أنا كمان ما أقدرش أوافق. إجابة خاطئة. هنا ما بين أسوان والمنيا. هنا هو في سوهاج. ما بينهم في جرجة. جرجة؟ في جرجة. تمام. النتيجة زي ما هي 70-60. آخر سؤال في الفقرة. يا هنتعادل عيلة الشيوي إن شاء الله، يا عيلة الدسوقي هتحافظ على التقدم. السؤال اللي جاي محتاج شوية تركيز. سرعة البديهة. والسؤال هو أذكر دولتين عربيتين في قارة آسيا لا تبدأان بالألف واللام. محمود إجابتك. سوريا وفلسطين. سوريا وفلسطين إجابة صحيحة. سوريا، عمان، لبنان، قطر، فلسطين. إجابات صحيحة. برافو عليك يا محمود. وبكده النتيجة 80 عيلة الدسوقي 60 عيلة الشيوي. هنخرج فاصل وهنرجع لكم مرة تانية مع أصعب فقرة، فقرة ضربات الجزاء، وآخر فقرة فقرة عجلة الحظ والعباقرة. وبكده عائلة مصر جمعت 70 نقطة في فقرة المعرفة والفنون، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 210,000 جنيه، ويبقى الرصيد لحد دلوقتي 420,000 جنيه في خزنة البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. المربع الذهبي وعباقرة العائلات، ومباراة قوية جدا. وهفكركم النتيجة. عيلة الدسوقي 80، عيلة الشيوي 60. ودلوقتي مع الفقرة الرابعة، فقرة ضربات الجزاء. ضربات جزاء. زي ما انتوا عارفين انا اللي بختار مين اللي بتدي معايا. مدام ايمان اتفضلي، مدام زيزات اتفضلي. مدام ايمان ومدام زيزات. مدام زيزات ومدام إيمان. والسؤال الأول في الفنون. إيدينا على البازر. فنون. والسؤال هو من التي قامت بدور فطوم في مسلسل الناس في كفر عسكر؟ دلال عبد العزيز. دلال عبد العزيز الهدف الأول. مدام زيزات. نعم. مين اللي شاركها في البطولة؟ أنا مش فاكرة دلوقتي، بس أنا شفت المسلسل. يعني افتكرتي لا. دلال عبد العزيز وافتكرتيه صلاح السعداني؟ والله كنت أقول بقى أنا مش عارفة. يا نهار أبيض. تايهة من دلوقتي. وإخراج العظيم نادر جلال. الحمد لله. تمام. هدف لعيلة الشيوي. محمود وبسمة. بسمة ومحمود. بسمة ومحمود. محمود وبسمة والهدف الثاني. معاهم هدف. يا تتعادل يا بسمة يبقى معاها هدفين. معلومات عامة. والسؤال هو ما هي العملة الرسمية لدولة نيوزيلندا؟ إجابتك. دولار. الدولار الهدف الثاني. الدولار النيوزيلندي هي الإجابة الصحيحة والهدف الثاني لبسمة. هدفين بلا مقابل. حسام واحمد. احمد وحسام. روح رياضيه. لو ما جاوبتش قلت شيء وخدت ال 25 نقطه. تمام. فانت ما عندكش اختيار. رياضه. والسؤال هو
في أي دولة أسيوية نشأت رياضة الأبكيدو القتالية؟ كوريا الجنوبية. كوريا الجنوبية الهدف الثالث. كوريا الجنوبية الهدف الثالث لأحمد. برافو يا أحمد، ثلاث أهداف بلا مقابل. أستاذ عبد السلام اتفضل. أستاذ حسان اتفضل. الحمد لله. 25 نقطة اتحسمت لعيلة الشيوي، 25 نقطة اتحسمت لكم. الحمد لله رب العالمين. ثلاث أهداف بلا مقابل. الحمد لله رب العالمين. بس بنسأل السؤال الرابع. تمام. السؤال الرابع هنحتاج الورقة والقلم وهنكتب، وبعد كده هنرجع لمدام إيمان وهنرجع لمدام زيزات. اتفقنا؟ اتفقنا. السؤال ده لعلمك فيه اعتراف، ما فيهوش هزار، يعني اعتراف مهم، مش هتمشوا من هنا غير لما تعترفوا. لا أرجوك هنتعلق. أرجوك هنتعلق. معلومات عائلية، والسؤال هو ما هي أكثر أكلة لا تجيد زوجتك إعدادها؟ مفيش اختيار، هتكتب. مش لاقي لها، مش قادر. مش ولا قلبك مش مطوعك؟ لا مفيش، هي بتعمل كل حاجة، كل حاجة كويس. أكيد في حاجة ما بتعرفش تعملها كويس قوي، يعني نص نص. بصراحة لا. فعلا؟ بصراحة لا. طب هسألك سؤال تاني، ايه احسن حاجة بتعملها؟ المحشي. شفت؟ يبقى اكيد في حاجة بتعملها اقل من المحشي. صح ولا غلط؟ بصراحة مش لاقي. هارد لك. كده بالنسبة لي اجابة خاطئة. تمام. نروح لعيلة الدسوقي، مدام ايمان. انا كتب عندي حاجة هنا. عارفاها. عارفاها كمان. اجابتك؟ الكوارع. شكلك بتقاسي موضوع الكوارع. ما بقبلهاش، ما بقدرش خالص. ما بتقدريش خالص. الأستاذ عبد السلام كتب الكوارع. الهدف الأول. ثلاث أهداف مقابل هدف، و25 نقطة لعيلة الشيوي. كده النتيجة 85 عيلة الشيوي، 80 عيلة دسوقي. المباراة لسه في الملعب. سؤال واحد يغير نتيجة الماتش ده. آخر فقرة، واللي هتحدد مين اللي هيوصل للمباراة النهائية. فقرة عجلة الحظ. عجلة الحظ. سؤالين لكل عيلة. ممكن السؤال يبقى في المعلومات العامة، علم، رياضة، قدرات ذهنية، فنون، جوكر، وسويتش. سويتش العيلة التانية بتختار موضوع السؤال. وأول سؤال أحمد الشيوي. تفضل يا أحمد. هنشوف أحمد الشيوي والسؤال الأول لعيلة الشيوي هيبقى موضوعه إيه. عايزين لفة كاملة يا أحمد. تفضل. شكرا يا أحمد. علم. تمام. سؤال في العلم. يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ بعشرين نقطة. عندك 15 ثانية، ما تستعجلوش. علم. والسؤال هو من هو الكاتب المصري الراحل مؤلف كتاب وداعا أيها الملل؟ أنيس منصور. ما فكرتيش ولا ثانية؟ عندي الإجابة إن شاء الله. قريت الكتاب؟ لا بس قريت الأعمال بتاعته. مذاكرة كويس يعني؟ إن شاء الله. أنا عايزك تقري الكتاب ده. حاضر. إجابة صحيحة. أنيس منصور هي الإجابة الصحيحة. وكده النتيجة 105 عيلة الشيوي، 80 عيلة الدسوقي. حسام اتفضل. يا حسام هنشوف حسام والسؤال الثاني موضوعه إيه. لفة كاملة يا حسام. اتفضل. شكرا. معلومات عامة. تمام. سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ عشرين. عشرين نقطة. معلومات عامة. والسؤال هو ما هو نظام الحكم في دولة رومانيا؟ حسام إجابتك. جمهوري. حسام جمهوري.
إجابة صحيحة. جمهوري الإجابة صحيحة، برافو عليك يا حسام. وبكده النتيجة 100 عيلة دسوقي، 105 عيلة الشيوي. بسمة اتفضلي يا بسمة، هنشوف بسمة والسؤال الثالث موضوعه ايه. بسمة والسؤال الثالث، مباراة جميلة جدا. شكرا يا بسمة. معلومات عامة، آخر سؤال معلومات عامة، يا ترى السؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين إن شاء الله. لو الإجابة صح اتأهلتوا للمباراة النهائية، لو الإجابة غلط هيبقى لسه في فرصة عند عيلة الدسوقي إنها تجاوب. معلومات عامة، والسؤال هو ما هو العلم الذي يوجد على علم دولة أستراليا؟ بس ما إجابتك بريطانيا. بريطانيا بثلاثين نقطة، إجابة صحيحة. بريطانيا الإجابة الصحيحة، برافو عليك يا بسمة. 30 نقطة، وكان النتيجة 135 عيلة الشيوي، 100 عيلة الدسوقي. عيلة الدسوقي هارد لك، المباراة اتحسمت، لعبت مباراة قوية جدا، أعتقد إنها هتفرق على سؤال. محمود اتفضل يا محمود، آخر سؤال. شوف محمود السؤال الأخير موضوعه إيه. فنون، سؤال في الفنون، سؤال بعشرين نقطة ولا بتلاتين نقطة؟ تلاتين. فنون، والسؤال هو من هو مخرج فيلم جاءنا البيان التالي؟ من هو مخرج فيلم جاءنا البيان التالي؟ محمود دبس مدام إيمان بالظبط كده، دبسك. أصل الفيلم ده مهم، جانا البيان التالي فيلم حلو، مين اللي أخرجه؟ سعيد حامد. الحقيقة قبل ما أقول إجابتك صح ولا غلط، أنا عايز أشكر جدا جدا عيلة دسوقي، إحنا تشرفنا بوجودكم معانا. الابتسامة الجميلة والروح الرياضية والعلم والاحترام والثقافة حاجة مشرفة جدا. الله يخليك. أنا متأكد إن العائلات المصرية اتعلقت بيكوا على مدار شهر رمضان. الحمد لله. ما شاء الله. الله يخليك. وسعيد حامد طبعا إجابة صحيحة. سعيد حامد هي الإجابة الصحيحة، وكان النتيجة 130 عيلة الدسوقي، 135 عيلة الشين. خمس نقط. الحمد لله. خمس نقط. ألف مبروك عيلة الشيوي، اتأهلتوا للمباراة النهائية. وبكده يبقى إجمالي النقط اللي حصلت عليها عائلات مصر في حالة النهاردة 265 نقطة، وكل نقطة ب 3000 جنيه بما يساوي 795000 جنيه، ويبقى مجموع المبلغ من أول حلقة لحد دلوقتي 6,762,500 جنيه من البنك الأهلي المصري لدعم المشروعات الصغيرة لأهل مصر. أشكر جدا جدا عيلة دسوقي. ألف مبروك عيلة الشيوي، اتأهلتوا للمباراة النهائية. وإلى اللقاء وحلقة جديدة مع العباقرة. ألف مبروك لعيلة الشيوي، قدمنا مباراة كويسة وإحنا فرحانين أصلا باشتراكنا في البرنامج، وكل سنة وكل الناس طيبين وعيد سعيد على الجميع. الحمد لله قدمنا أداء كويس جدا من أي فرد من أفراد العيلة، وفعلا أداء مشرف وفي غاية السعادة الحمد لله بالنتيجة دي. بنبارك لعيلة الشيوي وصولها للمباراة النهائية، وبالتوفيق للجميع إن شاء الله، وكل سنة وانتم طيبين والقاهرة والناس بخير إن شاء الله. الحمد لله، ده فضل كبير قوي من ربنا. طبعا سعداء لأننا احنا فعلا تعبنا وذاكرنا كتير وربنا عوضنا خير.